بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد، فأهلا وسهلا بحضراتكم في محاضرة الفقه. اليوم إن شاء الله نتكلم عن بعض أحكام الصيام. الصيام من أجل شعائر الدين ومن أركان الدين الخمس، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم نبهنا ليهم، واللي ربنا سبحانه وتعالى أمرنا وفرضه علينا في كتابه الكريم، فقال: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. في البداية قبل ما ندخل في بعض الأحكام الفقهية الخاصة بالصوم، لازم نعرف الغرض والعلة من فرضية الصيام. هل ربنا سبحانه وتعالى فرض علينا الصيام عشان نجوع وعشان نعطش؟ لا، إنما النص واضح هنا في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لي قال لعلكم تتقون. يبقى ده الغرض الأصلي والهدف الأساسي من فرضية الصيام علينا، هي تحصيل التقوى. ليس الغرض هو مجرد الامتناع عن الطعام وعن الشراب من الفجر للمغرب وبس، لا، الغرض ان امتناعك عن الاكل والشرب ده يقوي ايمانك ويقوي صلتك بالله سبحانه وتعالى. طيب الانسان اذا امتنع عن الطعام وعن الشراب ولم يحقق هذا المقصد ولم يحقق هذا الهدف، يبقى كده الصيام بتاعه ملوش قيمه. وده اللي سيدنا النبي قاله: رب صائم لم ينل من صيامه الا الجوع والعطش. هو مجرد ممسك فقط في الظاهر، مجرد واحد عطشان، مجرد واحد جعان. فربنا ما فرضش علينا الصيام ليعذبنا، إنما فرضه علينا ليهذبنا، لأن الأصل إن العبادات تغير في سلوكياتنا، تغير في أخلاقنا، مش مجرد طقوس ظاهرية بنأديها وبس يا جماعة. فهنا الغرض الأساسي من الصوم إن هو يوصلك لمرتبة ولدرجة التقوى. لكن إذا ما وصلتش للدرجة دي، يبقى أنت صيامك يعني لم يؤتي الثمرة المرجوة منه، فتراجع نفسك. فعشان كده قبل ما ندخل في شهر رمضان، نجهز نفسنا كويس ونهيئ نفسنا كويس، ونقبل على رمضان باستعداد وتحضير تام، ان احنا عايزين ان شاء الله ببركة ربنا كده نصل لمرحلة التقوى، نقوي ايماننا ونشتغل على نفسنا في كل شيء، في القراءة وفي الذكر وفي الدعاء وفي صلة الأرحام وفي مساعدة الفقراء والمساكين وفي إطعام الناس وفي الأكثار من الصلاة وصلاة الليل وصلاة التراويح. كل ده بنعمله عملية تهيئة واستعداد وتحضير قبل رمضان، مش مجرد إن أنا بصوم وبفطر وخلاص. الصيام في اللغة هو الإمساك، وفي الشرع قالوا الإمساك عن شهوتي البطن والفرج من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. يبقى أول حاجة عندنا وقت الصوم بيبدأ عندنا من الفجر إلى المغرب. وهنا نقطة مهمة جدا يا جماعة، إن الإمساك في رمضان والإفطار في رمضان ملوش علاقة بالأذان، إنما ليه علاقة بالوقت. يعني حضرتك احنا امتى بنمسك خلاص عن الطعام وعن الشراب؟ مش اول ما الفجر يأذن، لا غلط، اول ما وقت الفجر يدخل. يعني ما اربطش نفسي بالاذان، ليه؟ لاحتمال ان يحصل فيه لخبطة او اختلاف في الاذان، او المؤذن ما يأذنش في الوقت. يعني احنا مثلا في النتيجة اللي عندنا مكتوب فيها ان الفجر بيأذن مثلا على الساعة 5، يبقى انا خلاص قبل 5 لازم امسك. ما ينفعش أفضل أكل وأشرب لحد ما أسمع صوت المؤذن، غلط، لأن ممكن المؤذن يأذن الساعة 5 ودقيقتين، يبقى في الحالة دي ما ينفعش. ممكن المؤذن مثلا يأذن قبل الفجر بدقيقتين ثلاثة، لا لسه الوقت ما دخلش، ينفع أكل وأشرب بعد الأذان ده؟ لأن لسه باقي دقيقة أو دقيقتين. هو طبعا الأفضل والأحسن إن أنا أمسك قبل الوقت بفترة، يعني دقيقتين ثلاثة كده قبل وقت الفجر أبدأ أمسك. الفجر بيأذن الساعة 5، يعني بقدر الامكان احاول ان انا 5 إلى 5 من باب الاحتياط امسك عن الطعام. اضطريت ان انا 5 دقائق اكل اشرب، مفيش مشكله، العبره ان الساعه تيجي 5 عليا وانا اكون ممسك تماما عن الطعام وعن الشراب، لكن يفضل قبلها بكام دقيقه من باب الاحتياط احسن. يبقى اذا انا هنا بامسك عن الاكل بالنسبه للفجر على اعتبار الوقت وليس المؤذن، ان المؤذن ممكن يحصل فيه خلاف الى اخره. ده احنا عندنا هنا في مصر مثلا في فروق توقيت، يعني مثلا الفجر
إذاعة القرآن الكريم مثلا موجودة في كل البيوت، فالفجر مثلا بيأذن فيها الساعة 5، بس هنا ده توقيت القاهرة. في أسوان مثلا ممكن الفجر يأذن الساعة 5:05، في مناطق تانية ممكن يأذن الساعة 5:10، يبقى في الحالة دي في 10 دقائق لسه الشخص اللي قاعد في مطروح أو في مكان تاني هو سمع الأذان عنده في الراديو، لا له الحق أن يأكل ويشرب لسه، لأن لسه الوقت ما دخلش عنده هو. أحيانا 5 في القاهرة، في اسكندرية ممكن يكون 5:50 مثلا. يبقى في الحالة دي ما ينفعش أهل اسكندرية يقول لك احنا هنفضل ناكل ونشرب لحد ما نسمع الأذان في الراديو في إذاعة القرآن، غلط. هم بيمسكوا على اعتبار وقتهم هم، عشان كده مراعاة فروق التوقيت في أمور الصيام مهمة جدا. كذلك في المغرب، صلاة المغرب، المغرب بيأذن الساعة 5 أو الساعة 6 عندنا في القاهرة، يبقى احنا بنفطر أول ما الساعة تيجي 6، تمام؟ ممكن المؤذن يؤذن في القاهرة الساعة 5:06:05، ماليش علاقة بيه، أنا خلاص طالما الوقت دخل لي الحق إن أنا أفطر. يفضل ويستحسن إن أنا أخر دقيقة ولا حاجة من باب الاحتياط، مفيش مشكلة لو عايز تعمل كده. لكن مثلا المغرب بيأذن هنا الساعة 6، وفي أسوان أو في مطروح بيأذن الساعة 6:10، فما ينفعش الناس اللي في مطروح أول ما تسمع الأذان المغرب في إذاعة القرآن يروحوا واكلين فاطرين كده، الصيام فسد، لأن لسه باقي من الوقت بالنسبة لهم 10 دقائق لازم يكملوها. فأول حاجة في الصيام يا جماعة مراعاة فروق التوقيت مهمة جدا، الإمساك والإفطار بيكون على الوقت وليس الأذان، لأن الأذان ممكن يحصل فيه اختلاف، ممكن المؤذن يأخر في الأذان، يعجل في الأذان، بيختلف الأذان من بلد لبلد، فمراعاة فروق التوقيت مهمة جدا في أمور الصيام. ده أول أمر في أحكام الصيام. الأمر الآخر النية في الصيام، إمتى ننوي وهل ينفع ننوي مرة واحدة ولا لا؟ هو النية هنا هتختلف حسب الصيام اللي أنت بتصومه. إحنا لما بنتكلم عن الصيام ما بنخصصش شهر رمضان بس، إحنا بنتكلم عن الصيام في العموم. الصيام عندنا يا جماعة إما صيام واجب أو صيام نفل. يعني في نوع من أنواع الصيام واجب، يعني لازم تصوم، أو إن في صيام عندك نفل، عايز تصوم صوم مش عايز أنت حر. الواجب عندنا زي إيه؟ قال الواجب عندنا زي شهر رمضان، ده صيام واجب لازم كلنا نصوم. وقالوا كمان إيه؟ قالوا النذر المعين، إن واحد نذر يعني ان هو يصوم يوم بعينه، واحد قال انا نذرت ان انا اصوم يوم الاثنين اللي جاي، ده نذر بعينه اهو، بنسميه كده نذر معين زمنه، ده واجب عليه لازم يوم الاثنين لما يجي لازم يصوم، لقول الله تعالى وليوفوا نذورهم، ولقول النبي في بنذرك، يعني اوفي بنذرك. الصيام ده زي صيام شهر رمضان، النية فيه بتكون امتى؟ قال النية تنفع من بالليل لحد الفجر. يعني مثلا النهاردة آخر يوم في شعبان، وحضرة المفتي طلع كده بعد المغرب قال إن بكرة رمضان، أول رمضان، فإحنا المفروض هننوي، إحنا ما ينفعش ندخل رمضان بدون نية، إن دي عبادة، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وإنما الأعمال بالنيات، فلازم أنا أنوي عشان أخذ ثواب الصيام، لأن مجرد الإمساك يا جماعة عن الطعام وعن الشراب لا يكفي لحصول الثواب ولإسقاط الفرض من عليك. لأن في واحد ممكن يمتنع عن الطعام وعن الشراب من الفجر إلى المغرب بقصد الدايت مثلا، هو عايز يخس فصايم من الفجر للمغرب، بس بنية إيه؟ بنية الدايت أو بنية المرض، هو مريض مثلا والدكتور منعه من الأكل والشرب لمدة كام يوم، فهو امتنع عن الطعام والشراب من الفجر إلى المغرب، هنا ده اسمه إمساك. وأنا امتنعت عن الإمساك بقصد الصيام، ما هو أنا حالتي زي حالته، إحنا الاتنين واحد، بس إيه اللي فرق؟ اللي فرق النية، عشان كده النية أمر عظيم جدا لازم نراعيه وناخد بالنا منه. فهنا النية فرض في الصيام، لكن يبدأ بقى وقت النية من إمتى؟
قالوا من طول الليل، الليل بيبدأ عندنا من امتى؟ من أول المغرب لحد الفجر، ده اسمه الليل. فأنا ينفع عنوي بكرة الصيام أهو، أنا بعد المغرب، ينفع عنوي من بعد المغرب إن أنا هصوم بكرة، أو بعد العشاء، أو الساعة واحدة، أو الساعة اثنين، أو الساعة ثلاثة، أو الساعة أربعة، لحد أذان الفجر. النية اللي هي النية قلنا عليها قبل كده في أحكام الوضوء، هي قصد فعل الشيء أو توجه القلب إلى فعل الشيء، مش لازم لفظ. فأنا بكرة صيام والناس كلها معلقة الزينة، وبكرة أول رمضان، فإحنا بكرة عارفين إن إحنا هنصوم، أدينية بنصوم ليه؟ عشان ده شهر رمضان، دي العبادة. طيب إحنا بنقوم نتسحر، بنقوم بالليل ناكل الساعة واحدة اتنين تلاتة قبل الفجر، بناكل، قال لك ده سحور، دي نية. فالنية هنا أمرها سهل، وينفع إن إحنا نتلفظ بيها، نوينا نصوم النهاردة أو بكرة من رمضان، ما فيش أي مشكلة. يبقى النية في رمضان يا جماعة تبدأ من المغرب لحد الفجر. بعض الفقهاء زي السادة الحنفية زودوا كمان في النية، وده من باب التخفيف على العباد، قالوا النية في رمضان تجوز من الليل إلى الضحوة الكبرى. الضحوة الكبرى اللي هي إيه؟ اللي هي قبل الظهر بحوالي ساعة إلا ربع تقريبا، والبعض قال إلى الزوال قبل الظهر، بس خلينا في الرأي الأحوط قبل الظهر بساعة إلا ربع، إلى الضحوة الكبرى. يعني الظهر بيأذن الساعة 12، فمعك وقت الضحوة الكبرى يبقى 11 وربع. فالإمام أبو حنيفة بيقول إيه؟ بيقول النية في رمضان تنفع من بعد المغرب لحد تاني يوم قبل الظهر بساعة إلا ربع تقريبا. فأنا دلوقتي المفتي هيعلن إن النهاردة يعني متمم لشعبان أو بكرة رمضان ولا لأ. فحضرة المفتي أو فضيلة المفتي طلع بعد المغرب النهاردة وقال إن بكرة رمضان، فكلنا فرحنا، بس أنا نسيت أنوي، ما لسه النية ما جاتش، قلت إن شاء الله بالليل كده هقوم أتسحر وأنوي رمضان. فنمت من التعب، نمت ما قمتش إلا الساعة 10 الصبح، أنا ما نويتش طول الليل إن أنا أصوم، وقمت الساعة 10، ينفع أنوي الساعة 10؟ ينفع على رأي السادة الأحناف رضي الله تعالى عنه. فوقت النية بيبدأ من الليل إلى الفجر، والحنفية زودوا غيرهم محاك لحد كمان إلى الضحوة الكبرى. طيب أنوي إزاي؟ هنا برضو خلاف بين الفقهاء. البعض قال لك لازم تنوي كل يوم بمفرده، يعني بكرة رمضان فأنا نويت أصوم النهاردة رمضان، كل ليلة أنوي، كل ليلة أنوي لليوم اللي بعدها، لأن كل يوم دي عبادة مستقلة بذاتها. وده مذهب برضو الحنفية وغيرهم، أن كل يوم له نية مستقلة. بعض الفقهاء زي السادة المالكية وبعض الحنفية قالوا لا، تكفي نية واحدة من أول رمضان. يعني فضلت المفتي أعلن النهاردة بعد المغرب أن بكرة رمضان، فأنا رحت كده ناوي في قلبي، نويت أصوم رمضان كله، يكفي. لكن طبعا الأفضل بقى والأحسن والأحوط ان احنا نجمع بينهم، ان انا اول ما المفتي يقول ان بكره رمضان خلاص انوي في قلبي ان شاء الله هصوم رمضان كله، وكل يوم احاول اجدد النيه بتاعتي لصيام هذا اليوم. يبقى اذن صيام رمضان اللي هو الاداء لابد فيه من نيه، والنيه تنفع من الليل لحد قبل الضحوه الكبرى اللي هي قبل الظهر بساعة إلا ربع تقريبا. أما بقى قضاء رمضان، قضاء رمضان ما ينفعش إلا بنية محددة من الليل، إلا بنية محددة من الإيه؟ من الليل. يعني مثلا إنسان كان فاطر في رمضان يوم، وبعد رمضان ما خلص عايز يقضي هذا اليوم، يبقى لازم يحدد من بالليل. بعض الستات، ستاتنا وأهلنا اللي بيبقى عليهم أيام في رمضان عايزين يصوموها، بتيجي مثلا كده تصحى في يوم كده الصبح شايفة نفسها نشيطة ومش جعانة، فقالت خلاص أنا هصوم، هكمل النهاردة الصيام، هصوم النهاردة. لا ده ما ينفعش، ما ينفعش يا ست الحاجة. قضاء رمضان لازم النية تكون من بالليل،
يعني ايه؟ يعني انت من بالليل معاكي من المغرب للفجر هتقولي ان بكره هصوم ان شاء الله يوم من اللي عليا. اما اداء رمضان ينفع زي ما قلنا من الفجر لحد قبل الظهر، لكن قضاء رمضان لازم النيه تكون مبيته من الليل، ما ينفعش انك انت تنوي في النهار. طب اما صيام النفل، صيام النفل ينفع بنيه من الليل ومن النهار زي رمضان، زي ما سيدنا النبي احيانا كان يصحى الصبح كده يسالهم عندكم اكل؟ لا ما عندناش، خلاص انا هكمل صيام. يبقى النيه في صيام رمضان الاداء ينفع، تنفع من المغرب وحتى قبل الظهر. النيه في قضاء رمضان لابد ان تكون قبل الفجر، يعني طول الليل. النيه في النفل العادي ينفع من الليل او ينفع اثناء النهار، ما فيش اي مشكله خالص. وبخصوص صيام النفل عندنا في قولين في مساله النفل لو فسد. يعني لو انا شرعت في صيام نفل يوم الاثنين مثلا، قلت النهارده يوم الاثنين انا هصوم يوم لله، فصمت يوم الاثنين، وبعدين في اثناء النهار فطرت، قلت ده كده كده يوم سنه فلسبب ما فطرت، هل لازم اقضي اليوم ده ولا مش لازم؟ الجمهور من الفقهاء قالوا خلاص مش لازم، ده اصلا كان عليك سنه فمش لازم انك انت تقضيه. الامام ابو حنيفه قال لا، لابد ان يقضى هذا اليوم. ليه يا امام قلت كده؟ قال لان النفل يلزم بالشروع فيه. يلزم يعني ايه؟ يعني انت دلوقتي صيام يوم الاثنين ده سنه، نفل ليك، عايز تصوم صوم، مش عايز تصوم انت حر، لكن لمجرد انك انت شرعت يعني بدات في صيام النفل ده تحول هذا النفل الى واجب، يعني واجب عليك تتم اليوم ده تمام، اتماما لحرمه هذا الصوم، يعني هذه العباده دي عباده فانت دخلت فيها بقى لازم تتمها، وبالتالي لو افسدتها وافطرت اليوم ده يبقى لازم تعيد وتقضي على قول ابي حنيفه. فابو حنيفه قال النفل يلزم بالشروع في، يلزم يعني يتحول الى لازم وواجب طالما انك انت شرعت يعني بدات فيه. حتى في الصلاه لو انا بصلي ركعتين نفل لله سبحانه وتعالى وافسدتهم، يعني جالي تليفون يعني مهم فخرجت من الصلاه، قلت دي سنه فخرجت من الصلاه، ابو حنيفه قال لك لازم تقضيهم مره اخرى. يبقى كده عرفنا النيه في رمضان مهمه جدا، وعرفنا الوقت، وقت الصيام امتى، وقت الامساك امتى، وده مهم جدا ان احنا دايما بنبقى متعلقين بالوقت وليس بالاذان، عشان نخرج من المشكله اللي احيانا بتحدث ان ممكن مؤذن يؤذن بدري 5 دقائق 10 دقائق والناس تفطر، يبقى كده الصيام بتاعها فسد. بعد كده عندنا الامور التي تفطر والامور التي لا تفطر، ودي معروفه هنشير ليها باختصار. الانسان إذا أكل أو شرب أو شرب أو جامع زوجته في نهار رمضان عامدا متعمدا فهنا خلاص وجب عليه القضاء والكفارة، فطر، وده أمر طبعا حرام لا يجوز، ويأثم الإنسان بفعله، ما ينفعش بأي حال من الأحوال إنسان يتعمد الإفطار، كده بيتعمد التقليل من شأن هذه العبادة العظيمة جدا. طيب إنسان عمل الحاجات دي وهو ناسي، قال خلاص يكمل صومه عادي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. ربنا هو اللي تفضل عليك بالرخصة دي وأطعمك وسقاك، فكمل صيامك عادي. وبعض الناس بتسأل طب ده في الفرض برضو في النفل؟ في النفل، لأن كلام النبي هنا مش خاص بحاجة معينة، قال من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه أو فليتم على صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، ما قالش صيام الفرض. بعض الناس بتظن إن أنا لو أكل أو لو أكلت أو شربت في صيام الفرض ناسي أكمل صيام، لكن لو انا كنت مثلا صايمه صيام تطوع نفل، صيام زي يوم عرفه، يوم عاشوراء، يوم الاثنين والخميس، ونسيت واكلت وشربت، يبقى لا خلاص كده الصيام فسد. نقول لهم لا، الصيام صحيح طالما انت اكلت او شربت ناسيا. يبقى الاكل او الشرب في حاله النسيان الانسان يكمل صيامه ومفيش اي مشكله، في حاله التعمد يفطر ويقضي هذا اليوم ويكفر. اي حاجه بتنزل في جوف الانسان وهو صائم ومدرك للصيام صيامه بيفسد.
بس هنا بنفرق بين حاجتين، بين نزول الحاجة دي حال الخطأ أو حال التعمد أو حال النسيان، ثلاث حاجات. فأنا في أي حاجة نزلت في معدتي وأنا صايم بس أنا كنت ناسي، يبقى الصيام بتاعي صحيح وما فيش أي مشكلة وليس علي قضاء ولا كفارة. على العكس، إن أنا تعمدت آخد حاجة وأفطر بيها متعمد دون سبب، يبقى علي القضاء والكفارة، إن أنا أكلت شربت إلى آخره. لكن لو أنا أكلت أو شربت لأن أنا مريض أو خدت دواء عشان أنا مريض، يبقى في الحالة دي يجب القضاء فقط ولا يجب الكفارة. لكن أكلت أو شربت عامد متعمد دون سبب ودون عذر، يبقى يجب القضاء والكفارة. في عذر يبقى يجب القضاء ولا يجب الكفارة. طيب أنا في حاجة نزلت في جوفي عن طريق الخطأ. يعني عن طريق الخطأ؟ يعني وأنا بتوضأ، أنا هو بتوضأ لصلاة الظهر في نهار رمضان وأنا فاكر وعارف إن أنا صايم، فأنا بتمضمض في مية غصب عني كده نزلت في جوفي، نزلت في بقي، نزلت في بطني، فبلعتها. هنا هل أنا ناسي الصيام؟ لا، أنا ذاكر إن أنا صايم، متذكر إن أنا صايم. طب هل هنا أنا تعمدت إن أدخل المية جوه بطني؟ لا، ما تعمدتش، ده خرجت كده غصب عني، أو الأمر غصب عني على عن طريق الخطأ ونزلت مني غصب عني. يبقى في الحالة دي تقضي هذا اليوم ولا يجب عليك الكفارة، وتمسك بقية اليوم احتراما لحرمة شهر رمضان. لكن هتعمل ايه؟ كل اللي عليك انك انت تقضي يوم مكان هذا اليوم، وليس عليك كفارة. عشان كده من السنة يا جماعة في الوضوء المبالغة في المضمضة والاستنشاق. يعني ايه المبالغة؟ يعني ادخل المية في بقي وانا بتوضى وحركها جامد في بقي، واستنشق مية كتير في مناخيري عشان انظف مناخيري وبقي كويس من جوه. المبالغة في المضمضة والاستنشاق بس لغير الصائم. لو انا مش صائم احط مية في بقي كتيرة وحركها كويس وكده اخرجها، لكن لو انا صائم لا ابالغ في المضمضة والاستنشاق. ليه؟ لان انا عملت العملية دي ومليت بقي مية وقعدت احرك المية جوه بقي وانا صائم، ممكن مية تنزل غصب عني فالصوم يفسد. فعشان كده قالوا لا تبالغ في المضمضة والاستنشاق لما تكون صايم، وخد بس قدر قليل جدا جدا وخرجه بسرعة من ايه؟ من بقك. يبقى هنا اللي بينزل شيء في بطنه وفي جوفه عامدا متعمدا يجب عليه القضاء والكفارة. أكل أو شرب أو جامع ناسيا في رمضان لا يجب عليه أي شيء، يكمل الصيام عادي طالما ناسي طبعا. لكن لو حصل حاجة من دي عن طريق الخطأ وليس العمد، يبقى يجب عليه القضاء ولا يجب عليه الكفارة. طيب أحيانا بعض الناس بتمنع من الصيام، ممنوع من الصيام، هل اللي يمنع من الصيام ده لعذر طبي، هل ده يخرج الفدية ولا يقضي مكان هذه الأيام؟ هنا نقطة مهمة جدا يا جماعة، الإنسان اللي بيخرج الفدية هو الشخص الذي عجز عجزا مستمرا عن الصيام، ده الشخص اللي بيخرج الفدية. يعني هناك فرق بين إنسان مريض الدكتور منعه السنة دي من الصيام في رمضان، طيب ليه منعته من الصيام؟ قال لا ما يقدرش يصوم دلوقتي، أو جسمه محتاج لعلاج معين أو حاجات معينة لازم ياخدها كل يوم، فده إن شاء الله يقعد على الحال ده مثلا 6 شهور، بعد 6 شهور ينفع يصوم عادي، بعد سنة ينفع يصوم عادي. يبقى في الحالة دي عجز هذا الشخص عن الصيام في رمضان الحالي ده عجز مؤقت مش عجز مستمر، وبالتالي يفطر عادي وينتظر، ما يطلعش فلوس ما يطلعش فدية، لأن ده واجب عليه القضاء. وهو هنا إن شاء الله هيكون مؤهل للقضاء ومستعد للقضاء بعد 6 شهور. يبقى بعد 6 شهور بعد ما يخف بالسلامة إن شاء الله يقضي اللي عليه، لكن مش أول ما تعب وفطر في رمضان فيخرج الفدية، ما ينفعش. مين بقى اللي يخرج الفدية في رمضان؟ اللي بيخرج الفدية في رمضان هو الشخص الذي عجز عجزا مستمرا ودائما عن الصيام. يعني إنسان كبير في السن الطبيب قال ده ما ينفعش يصوم نهائي، ده اللي نخرج عنه فدية. إنسان لقدر الله مريض مرض مزمن، عنده مرض مزمن والطبيب منعه نهائيا من الصيام حتى لو كان صغير في السن، ده ما ينفعش يصوم تاني خلاص، يبقى ده اللي يطلع الفدية. خلاص دي نقطة مهمة جدا ناخد بالنا منها. نقطة تانية اللي ناخد بالنا منها في الصيام، لو أن الإنسان عليه قضاء وأخره حتى أتى رمضان الآخر،
يعني إنسان كان مريض السنة اللي فاتت وما صامش وفطر 5 أيام وربنا كرمه وبعد 6 7 شهور خف، فكان المفترض يقضي اللي عليه، ما قضاش اللي عليه لحد ما دخل عليه رمضان الثاني، يعمل ايه؟ هل يطلع صدقة او فدية؟ لا، وليس عليه شيء، هو كل اللي عليه برضو القضاء. بعد رمضان الثاني ده ما ينتهي يقضي الايام اللي كانت عليه من رمضان الاول، لكن ما يخرجش فدية. وبعض الستات بتسأل ان كان عليها قضاء من الايام اللي فاتت وما صمتهاش لحد ما دخل رمضان الثاني، فهل تطلع صدقة او فدية عن ان هي اخرت؟ لا، ما تطلعش حاجة وتصوم الشهر الثاني، وبعد الشهر الثاني ده ما ينتهي تصوم الأيام اللي كانت عليها في رمضان الأول. يبقى كده الشخص الذي يخرج الفدية عن الصيام هو الشخص الذي يعجز عجزا مستمرا عن الصيام، أما الشخص الذي يعجز عجزا مؤقتا ده ينتظر حتى يعافى إن شاء الله من مرضه ثم يبدأ في قضاء الأيام اللي كانت عليه بعد رمضان. طيب، ناس كتيرة بتسأل في موضوع الحقن وما شابه، الحقن اللي تحت الجلد وكل هذه الأمور لا تفطر في رمضان إلا الحقن الشرجية هي اللي بتفطر، لأنها بتدخل إلى الجوف من منفذ معتاد. يعني دي باختصار يا جماعة بعض أحكام الصيام اللي ناخد بالنا منها. آخر حاجة، لو أن الإنسان يعني لا قدر الله يعني توفي قبل أن يصوم ما عليه من أيام، هنا بنشوف يعني لو إنسان مثلا كان مريض طيلة شهر رمضان وبعد شهر رمضان مات مباشرة أو مات آخر يوم في رمضان، هنا هل واجب عليه شيء؟ ليس واجبا عليه أي شيء، لا واجب ولا أهله يعملوا عنه أي حاجة كما ذهب إلى ذلك بعض الفقهاء، لأنه خلاص يعني هو مش مخاطب بالصيام، وكان مخاطب بالصيام امتى؟ انه يقضي هذه الايام لما يعافى من مرضه، لكن هو مات في مرضه يبقى خلاص ليس عليه شيء. طيب هو طيلة شهر رمضان كان فاطر وربنا كرمه وفي يوم العيد خف واصبح مؤهل ان هو يصوم من تاني يوم، وفضل 10 أيام بعد رمضان صحيح معافى لكن ما صامش، وفي اليوم 11 مات أو 12 مات، يبقى هو هنا كده لحق 10 أيام من بعد رمضان كان صحيح فيهم ومعافى وما صامش فيهم، وفي نفس الوقت كان عليه 30 يوم صيام. في الحالة دي يعمل إيه؟ قال في الحالة دي أهله بيخرجوا عنه الفدية عن 10 أيام بس، لأن دول 10 أيام اللي كان مطالب يصوم فيهم وما صامش، والمفترض عليه إن هو يوصي. الإنسان لو كان عليه حاجة يا جماعة يوصي، يا جماعة أنا علي 3 أو 4 أو 5 أيام فخرجوا عنهم الفدية. فهنا هو كان عليه 30 يوم صيام، لكن ملحقش إلا 10 أيام بس اللي كان يقدر يصوم فيهم، يبقى دول اللي هنخرج عنهم الفدية، أما بقية 20 يوم يعني ليس عليه فيهم شيء، لأن هو لم يتعافى من مرضه بعد ولم يعني يدرك الأيام الأخرى. آخر حاجة، الإنسان اللي ممكن يتسحر في رمضان بعد الفجر ويظن أن الفجر خلاص لسه ما طلعش، يعني مثلا الفجر بيأذن الساعة 5 فأنا قمت من النوم الساعة 5:05 لقيت الدنيا ظلمة والنور قاطع، فقلت لا ده لسه الفجر ما أذنش لسه بقى عليه ساعة، فرحت عمال آكل وأشرب، وبعدين وأنا باكل وبشرب النور جه فسمعتهم في الجامع بيقوموا الصلاة، بصيت في الساعة وكذا لقيت أن الفجر يعني أنا قمت بعد الفجر. يبقى الإنسان الذي يتسحر وهو يظن أن الفجر لم يطلع فظهر أنه قد طلع بالفعل، خلاص ده يمسك بقية اليوم وعليه القضاء فقط وليس عليه الكفارة. نفس الكلام، إنسان فطر قبل المغرب على ظن أن المغرب يعني قد حان وقته، وبعد ما فطر وهو بيفطر سمع لسه المؤذن هيأذن للمغرب فتأكد أن الوقت لسه ما دخلش، ففي الحالة دي يعمل إيه؟ نفس الكلام، يعني يقضي هذا اليوم وليس عليه كفارة. هذه بعض أحكام الصيام باختصار شديد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتم علينا وعليكم وأن يرزقنا وإياكم صيام شهر رمضان وقيام لياليه المباركة، وأن يتقبل منا وأن يجعلنا من عباده الصالحين، إنه ولي ذلك ومولاه.
وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله.